السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعالى الله وقاتكم بكل خير. تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية ورقلة على الساعة 6:45 عن طريق الوحدة الرئيسية من أجل حادث مرور يتمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع سيزوكي. مكان الحادث الطريق الوطني رقم 49 النقطة الكيلومترية 35، نتج عنه إصابة السائق ومرافقه بإصابات مختلفة، حيث تم تقديم لهم الأسعافات الأولية اللازمة. وبالنسبة للخسائر المادية، تحطم كلي للسيارة. دائما نقول في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.